يا زهر زهر يا زهر زهر. اي شي شبيك زيد شبيك؟ ايش فهمت؟ انا لاباس هاك محمد. دوري هالي براسك كيما هكا دوري هالي. يعجبكش امشي فيه تعلمش عندي موضوع مهم باش نقدر عليه. تمشي امشي ساقولي ليش تعصبك في راسك صاحب المحرم يا بنتي امشي شنو يمشي ها؟ يعجبكش فهمني الساعة تعصبك في راسك ولا لاباس؟ اسمعي تبعني مليح. ناديتك عندي قصيدة باش نلقاها في المؤتمر نتاع حزب ار تونس تضامن مع عاملات الفلاحة. وهي بالك اللي انا راني المدير العام والامين العام تاع حزب ار تونس. تضامن مع عاملات الفلاحة؟ واش بيك الساعة معصب راسك هكا شبيك؟ يا بنتي هذا الشعار، هذا الشعار نتاعنا تضامن مع عاملات الفلاحة اللي هنا رانا حاسين بيهم، احنا رانا متعاطفين معاهم. لازم نعمل بها تصويرة ونهبطها على الباج تاع ار تونس ونهبطها على الفيسبوك نتاعي. أيه. بالشرط اللي احنا متضامنين معاهم. اسكت عرب. بجاه ربي بجاه ربي عاملات الفلاحة اخطاهم اخطاهم. يز يز ما تجرتوا بها راكم عملتوا العار وعملتوا الفضل. كل واحد يجي يكبس لي راسه بالمحرم ولا يجي يعلق لك فولاره بجنب صاي ولا متضامن ولا مناضل ولا يحس عليهم ولا مسكين. سيف عليك سيف عليك. احنا لازم نتضامن معاك. انت راك متضري الحزب نتاعي متضريه بالكلام نتاعك هذا. احنا طويك كحزب تونس يلزمنا نتضامنوا مع النسي هذاك نتاع الفلاح. لازم نتضامنوا معاه ونكبسوا روسنا خلابه هي تحسبها هي النفاق. بالله سايب عليك سايب عليك. قالك نتضامنوا مع وشكون باش يصوت لك انت على صباطك الناتن؟ انت حتى تنظف براحتك برا برا شادك في صباطي شادك في صباطي. نحكي لك على الحزب ماليش نحكي على صباطي. هو الحزب الناتن عن الدنيا نتاعك تو يصوتوا لك. لا اله الا الله يا بنتي صوتوا لك اش يهمك فيهم بينك اللي نعرفهم باش يصوتوا لك. يا بنتي يا زهر راك انت بتضر الحزب راكي راكي مطيحين لنا المورال. خلي الشعب يصدق اش يهمك فيه اش يهمك والله شيء غريب. اي بالضبط. نحي نحي بحالك بحالنا من راسك وسايب عليك من النفاق والكذب. هذاكش مزيان الكلكم وليتوا تاجروا وتكذبوا. لا اله الا الله ناسي في السنين كما راها المحرمه هذه يعملوا بها في البحورات هكا شو يسموه هذاك مايو ولا شو يسموه كاش مايو. كاش شنو؟ كاش مايو. شنو كاش مايو هذا؟ هاي موك شمعك يلبسوا في المايوات هذاك في البحر يشطوها الفولار هذيك الخضراء وزعما زعما يغطوا به كاش مايو. بالله يا اختي من الحديث نتاعك نيه مانيش من حاذي نيه متضامن معاه نيه انا ديتك راه بتاع الشعر نتاعي. اسمع الشعر انت ما تعرفش الشعر اليوم نقول لك الشعر خسار والله ترى انت ترى انت تاع الشعر. حتى هما العباد شي تلفتوا لك انت عجب مسكين. اسمع بالك كلمه كلمه ما عندك ما تسمعني نقول لك حاجه مش فيز طيب عشيه وانت قاعد ما تسمعش عشيه ما تسمع الشعر. اه لعبه انت سايبه بجاه ربي اختاري توني مسايبه عشيه وقاعده نضيع انا عشيه ولا كنقول لك قصيده انا عشيه تلعب في العشيه هاد عشيه هذا مستقبلنا راه كما نوقفوش مع طوالي في المنحه هذه باش مش نلمد المخالطين للحزب نتاعي لعبه راهي تحت انت توقف مع الزوال شوفي على الاقل هي يا بنتي اللي عارفك ما تفهميش في الشعر اما على الاقل ثماش هفوه لغويه ثماش تكسيره لغويه ثماش هكا عصره لغويه على الاقل تنبهيني وانا نغيرها مهلل وريني جمعتيها في الحانوت باش طلعت هذه برك اتكلم برك اسكي برك اسمعي برك في قيلي وكهو يا بشوي يا سعاد يا زكيه يا ربح يا محسونة اش قولك؟ شبيهم هذا موين؟ يا ولد شنو شبيهم؟ بشوي عاد خلينا نكمل بشوي يا حسن يا بالقاسم يا منجي يا حسونة اش قولك؟ هي شبيهم هذا مش فاهم بشوي عاد بشوي في بلاد المية والزيتونة إذا منعت من الكردونة تموت معجونة في كميونة وأنا مثل قاعد هكا حتى فيها شوي بس حتى فيها شوي هكا زعما نحس ناقصة حاجة كيما هكا قلت كيفاش نشوف كيفاش كندير كيفاش ندخل فيها مقارونة تولي حاجة أخرى والله تولي حاجة أخرى أنت قلت لي كان منعت من الكردونة تموت معجون في كاميون في كاميون وتزيدها تبيع صوتك بكيلو مقارونة لا لا مش هذا لا وعي سياسي ناقصة انت يا سيدي ناقصة سياسي كيفاش تجلب المقارونة كيفاش باش تجلب المقارونة احنا هذيك في الانتخابات نتاعنا وحزب ار تونس باش يخدم على المقارونة وعلى الطماطم الحاجات هذي ما تجيش هذا ما تجيش ما تدخلش جملة تفصيل مسكين طبك هكا الحزب لا يا ذنوب شكون باش يصوت لك انت لا اله الا الله في اللي تبع فيك يا زهر اش عندك فيهم اش عندك فيهم نعم متاكد اللي هم يصوتوا
بالطماطم بالمقارونه بعشرة بعشرين نجيبوها الاصوات، هذيك هي باش نجبدوا المنخرطين وباش يقوى الحزب يا زهر، خلابه تحسبها السياسه. بعشرة وبعشرين ما زلت غادي، وشكون يرضى لك بها عشرة وعشرين ألف؟ تي هو وطار انت تحب تحرفها وطار تجيب بغل ما اقلش ما اقلش من 70 دينار. مالك حتى نيف تكون محدد يا بنت الشايب البغل بتبيع اغلى يعجبك في حديه طو كي تقارب الاصوات وبالانتخابات وبالبغوله اش بيك مخك مسكر انت يا زهو يا زهو راه ثم برشا بهايم وثم برشا جحوشه يقبلوا اي نعم ويمشوا معاك باش تكونوا واضحين هذه ما نختلفوش فيها راه امور نعرفها انا لا اله الا الله لا اله الا الله كان فما ناس انت تصدق وتتبعك هكا وتمشي في الحزب والله العظيم ما تحلفتيني بوالد والله العظيم فما برشا بهايم وجحوشه يصدقوا ويتبعوني اي نعم يا اخي انت كان جيتي جحشه تاخذيني وتصدقيني بالله العظيم في هذه عندك الحق ني نقول لك صحيح مش جحشه برك وبقره من فوق تعرفش عليه خاطرني رضيت خديتك انت وما زلت عايشه معك وما زلت نسمع فيك وما زلت نسمع فيك قام صدقني انت هو طيب ما هي الجحشه اقعد خل نكلمك بقره من فوق خليك فاهم الناس تصنت يغنت فيهم والله يا زهو كان يوصل حزب ار تونس يشد الحكم الا من ردك جحش تونس الاولى وقولي النقار قال نقول النقار قال ويبدو هكاك الجحوشه والبهايم في جرحتي عاد يبوسوا لي في تاي اي نعم ظل البهايم عاد تتبع فيك وجحوشه وتلقاهم مرات نقص عليهم حسك عطلتي والله عطلتي خليني نحكي تلفزيون طيب والله دوك انت حاجه بيك ودي ما بقى قاعد ضيعت الوقت الكل كيف اسمعني الموضوع مهم موضوع مهم اتكلم بارك اتكلم اسمعني تعاونيني فاش باش نعاونك تعاوني ولا اقول لك ولا بارا سيدي نعاون باه توقف معاك نوقف معاك يا بنتي ما وانت لازم توقف معايا وخم فاهمك الحكايه انت لازم توقف معايا صراحه وتعاوني كيفاش باش نوقف معاك شو تقول يلزمك يلزمك تختفي اقل حاجه عام عام ونص نهار مبروك ايه تختفي عام عام ونص نقولوا زهو ماتت اللطف وناي حيه ايه وانت حيه زهو برا عام عام ونص وبعد اللي تتعدى الانتخابات وترجع حيه كالعاده لا تتأسس الجمعيه وندخل الانتخابات ونربح الانتخابات وبعد ترجع حي مازال ولا تحب تقتلني ولا بالحيه اللطف فعل الله ولا فعل ما قلت باش تفول لي يا بنتي راه وقتي وقت يعطينا توفى الانتخابات وبعد نرجع للحي ما حد شاف انا الراجل يحب يقتلني وعنايا تخزر ليه هذا اللي دخلني وش اسمها بتاع شنو هذه بتاع شنو انت ايش يهمك انت ايش يهمك انت لا انا نعرف الباي متصدق الباي ما عرف تصدق لي ايش تصدق شنو هي الجمعيه دي ايش اسمها ولا الجمعيه مش سموها يرحم زهو بس منين؟ اي بس ما كنت الجمعيه اللي كنت يا زهو ولا باش نحكي لك في الصباح يا زهو الجمعيه اللي كنت شوفي قلنا قال مش بعد جمعيه كامله مش نعملها بس ما كنت يا رحم زهو ها اش قولك؟ جمعيه يا رحم زهو وناي حيه كيفاش هذه كيفاش؟ اي نعم جمعيه يا رحم زهو وانت حي البهايم متصدق اش يهمك البهايم متصدق يا رحم زهو وهي حي يا عجبكش زاد هالفلم شو نقول لك حاجه برا دبر على روحك هذا الراجل يحب يقتلني ضربه واحده ليه اخويا انا حي نحب نقعد حي حيا يا زهو اه حيا الناس الكل ميتة بالحية عايشين فيها كنص صحاح الزيت ها يا رجال اللي تجيب الزيت ها آه نصبرنا صبرنا وبقينا الزيت ها آه تعبنا اما الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب عايش 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 الله يبارك فيك العقبه ليكم العقبه ليكم عايش العقبه ليكم اخويا عايش ها الزيت ها الزيت ها الرجال يجيب الزيت مبروك مبروك الزيت اخويا عايش اخويا عايش اخويا عايش ربي يبارك حتى الله يفرحك لك لقيت الزيت عايش اخويا عايش اخويا عايش اخويا عايش اخويا ها الزيت ها الرجال اللي تجيب الزيت عايشكم عايشكم بارك الله فيكم ان شاء الله العاقبه ليكم وتوصلوا كما وصلتني وتلقوا الزيت وتتحصلوا على الزيت عايشكم مرسي عايش عايش ها الزيت هاي السلام عليكم سلام عليكم مبروك مبروك بارك فيك اخوي عايش عايشك اخوي معنا مواطن مزيك تحصل على لتر زيت ان شاء الله نعم 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 هذا فخر للمنطقه كامله وللحومه نتاعي بالذات ها الزيت شو شعورك شو شعورك تو انت بعد ما تحصلت عليه شنو فرحان انا تو فرحان ما تطورش الفرحه بالرغم راه ليك راه اي ترازيت تعبت باش تحصلت عليها لكن راني صبرت راه باش تفهم منيت راه ما جي حتى شيء بالسهل راني صبرت 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 ما عيستش وباقي مواصل اترت الزيت هذه تعبنا عليها اكثر من التتويج نتاع النجم في الكاس العربيه اي نعم هاي ما جاتش بالسهل هذا حب تفهم من الناس الكل راه تعبنا باش جبنا الزيت راه تعبنا ورا الزيت لو تحكينا كيفاش ضحيت معناتها باش وصلت باش الشعب يقتدي معناتها كيفك والشباب خاصه المواطنين والله باش نقول لك نكون صريح معاك انا راني تعبت ياسر
وتحصلت على إيترة الزيت هذه ما غير لدى الزيت لا خدمة مخي لا تعب لا حد شيء. تحصلت على إيترة الزيت هذه وهذا الكل باش بالصبر. صبرت صبرت ونلقى ما غير ده زين. لو توضح لنا كيفاش تحصلت على إيترة الزيت. والله باش أكون أنا معك صريح، أنا راه تعبت في حاجة برك، تعبت في العسير. أنا باش وصلت ناخذ إيترة الزيت هذه من بعد لحوانيت كل ما عادش تحب تبيع في الزيت، وسمعت اللي لحوانيت تبيع في الزيت ومعها قضيات أخرى ويبيعوا فيه بالدرقة. أنا ما عندي حتى حل آخر إلا نعس على الحوانيت. شديت ركزت على الحانوت بتاع الحومة، ركزت عليه قعدت معناتها تعس على الحانوت قانس فيه ليل كامل 8 أيام ما سيبتش جملة تفصيل من الصباح من الفجر وليل نعس عليه نعس عليه زيني. ليل في اليوم الثامن طيحته بالكمشة بالكمشة شديت. كيفاش تحكينا بالضبط؟ ياك هو ليل نعس هكاك اخويا نخزر في الكاميون وخر التيل وبدي يهبط في الزيت. فانا وقت هذا تقريبا الأربعة متاع الصباح هكاك صار من الأربعة متاع الصباح تبدا تقانس معناتها في الحانوت. عدي تعبت راهي الجمعة راني مرور ذقته وما أيستش راني ما أيستش باقي نجري هذا الزيت. يا قلت ناني هو يا الزيت ما عادش معايا جملة تفصيل حسيت شديت حوانتي هذا يهبط في الزيت هكا جات العين في العين ما نجم يقول لي حتى كلمة. الحق متاع ربي وعدني بيت الزيت وهو حتى هذه هاي إترة الزيت هاي جابتها الرجال هاو الزيت. انت معناتها شكون تشكر بالمناسبه ذي معناتها؟ والله انا باش اكون صريح معاك انا نشكر زهو مرتي. اي نعم زهو راهي صبرت معاي كل واحد ياخذ حقه. راهي اترت الزيت هذه ما جبتهاش وحدي حتى زهو مشاركه فيها وتعبت معاي. شبيك المراه شهر كامل ما غير زيت ويصابره وساكته وحتى كيني نحس بالياس والاحباط وما عادش نقول اي اسم الزيت هي تكون معاي وتقولي لا اصبر يا نقارتك تجيب الزيت اصبر اصبر. لين صبرت وفي الاخر جيت الزيت وهذا كل طلح يا مني وبزهو. معناتها امنت بامكانياتك و... اي امنت بامكانياتي وشجعاتك وشجعتني حتى وقت اي سنين وما عادش نقول ما عادش ثم زيت كل شيء توقف معاي وتقول لي اصبر اصبر اصبر. وانا في الاخر جبناها إيترة الزيت جبناها ولا مزيه للعرب. اي نعم جبناها إيترة الزيت. معناتها هذا تو زيت حاكم. اي زيت حاكم ولا شنو زيت حاكم هذا. معناتها انت تهديه التتويج هذايا او إيترة الزيت هذه تهداها لزهو. اي نهداها لزهو الحق بتاع ربي نهداها لزهو اللي امنت بقدراتي وقالت لي اصبر يا نقار راهو مش يجي نهار وتخرج الزيت من الحاكم وهذا اللي صار وهو خرجنا الزيت من الحاكم وما عمل علينا حتى حد مزيه. يعني معناتها انت في النهايه معناتها بشكون تتوجه بالشكر معناتها؟ والله انا بصراحه اول حاجه نتوجه بالشكر الزهو. يعني بخلاف زوجتك زهو لشكون تهدي زاد التتويج هذاي بالزيت؟ والله التتويج هذا متاع الزيت انا نهديه للمرحومه امي. امي اللي عاد اشطر عمرها تستنى في الزيت الحاكم لكن الله غالب زيت الحاكم ما وصلش وصل الموت. امي ماتت وما شافتش الزيت الحاكم شلال. معناتها قاعدين تشوفوا السادة المشاهدين معناتها التأثر بتاع مواطن تحصل معناتها على إيترة زيت معناتها بضرب البنية وهداها الروح أمه معناتها باي ميساش ما غير ما الله يرحمها أمك الله يرحمها باي زادة لشكون تهدي زادة التتويج هذاي معناتها؟ والله أنا نحب نهدي التتويج هذا متاع زيت الحاكم للسيد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وللسيد رئيس الحكومة والأعضاء الحكومة الكل ونشكرهم اللي خلاو الزطلة والحرابش تدور أكثر من زيت الحاكم. ونزيد زادة نحب نشكر الصحافة المكتوبة والمسموعة اللي ما سمعوا بحد شيء. شكرا يعطيك الصحة ما نخليكم السادة المشاهدين مع فرحة التتويج هذايا بالزيت. هاو الزيت هاو صبرنا صبرنا امنا بقدراتنا انا وزهو وشجعتني وجبناه الزيت هاو الزيت هاو الزيت هاو الزيت. اعزائي المشاهدين كما قاعدين تشوفوا معناتها فرحة مواطن تحصل على إيترة زيت قدوة قدامكم معناتها نخلوكم مع فرحة التتويج هذايا ومع الصور التتويج. وشكرا يعطيكم الصحة شكرا ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك عليك شكرا لك. جيني شنو هذا؟ قول لي شو عمل؟ هكاك جاني بطولك؟ مش عندي ما نعمل مالي؟ شنو ايش عندك ما تعمل؟ قول لي ما جبت شيء تنقول؟ عندي ما نجي ما جبت شيء. كان الزيت يا زهو يا خويا يعطيك الصحة يا نبتة هاو الزيت هاو الزيت هاو الزيت هاو الزيت مبروك يا حياة قلبي مبروك No.
والله ترت الزيت هذا والتتويج هذا انا نهديه للمرحومه امي، امي اللي صبرت صبرت على الزيت ما وصلش للزيت. وهي تستنى في الزيت مرحوم امك، مرحوم امي لين مات وهي تستنى في الزيت بتاع الحاكم، لكن لا غالب هذا قضاء وقدر الموت كان.